الزراعة كمان شهد إنجازات الدولة التي لم تتوقف حتى في هذا القطاع، لأنه بيعتبر قطاع استراتيجي حيوي مهم جدا يتعلق بالأمن الغذائي المصري، الأمن القومي. الأهمية بتاعته تزايدت كمان على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا. دوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، يساهم كمان في توطين التنمية، عنده القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية. والحمد لله السنوات اللي فاتت وبالأخص الفترة الأخيرة، يعني إحنا مصر شهدنا عدد من المشروعات القومية زي كده، مشروع دلتا مصر، زي مشروعات زراعية غير مسبوقة، سبل عديدة جدا لتوفير المياه من خلال أساليب الري الحديث وغيره من المشاريع اللي نفذت. بنتكلم عن حوالي 320 مشروع كلف أكتر من 40 مليار جنيه، بالإضافة لمئات المليارات اللي تم إنفاقها أصلا في البنية الأساسية. دكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني قطاع الزراعة كمان من أهم القطاعات اللي شهدت الفترة الأخيرة خلال السبع سنوات تقدم، وبالأخص السنتين اللي فاتوا. بنتكلم بقى عن تبطين الترع، بنتكلم عن مشروع دلتا مصر، أسلوب الري الحديث اللي بيوفر المية، ده غير كمان إن احنا الحمد لله الصادرات المصرية خلال أزمة كورونا هي اللي كانت بتدعم الاقتصاد المصري، لأن هي تصدرت كل دول العالم، الموالح تحديدا كمان. فإنجازا كده أهم المشروعات اللي نفذت الفترة الأخيرة. الحقيقة طبعا هي يعني وزارة الزراعة قامت بتركيز أكثر من 22 مشروع بإجمالي تكلفة تزيد عن 40 مليار جنيه، طبعا ده واضح جدا حجم الجهود في هذا المجال. كمان الحقيقة هذه المشروعات مش متضمنة المشروعات الخاصه بالمشروعات القوميه او التكاليف الخاصه بالمشروعات القوميه، وايضا التكاليف الخاصه بالبنيه التحتيه. يعني احنا بنتكلم على طريق زي طريق محور الضبط، ده تكلفه ومهمه جدا بالنسبه للانتاج الزراعي، ولكن هو ملوش علاقه بالانتاج الزراعي حقيقه، هو دي بنيه تحتيه بيبدا العمل عليها او الدوله بتقوم بتنفيذها. الناس ما كانتش فاهمه ايه اهميه الطرق وايه اهميه البنيه التحتيه اللي بتتم وايه اهميه الاستثمار في مجال الزراعه والمجالات المختلفه للدوله المصريه، لكن الحقيقه واضح جدا خصوصا بعد جائحة كورونا أهمية وقيمة الإنتاج الزراعي، أهمية وقيمة الأمن الغذائي للمواطن المصري، وأهمية وقيمة الشرايين اللي بتتقاها الدولة المصرية كشرايين حياة للدولة المصرية. محور الضبع ده من خلاله قدرنا إن احنا نعمل منطقة الدلتا لأن هو ربط ما بين مختلف مناطق مصر زي القاهرة والدلتا القديمة والمواني الرئيسية في منطقة الساحل الشمالي، فبالتالي دي ساعدت وساهمت بشكل كبير بان احنا قدرنا نعمل توسعات وزياده في المساحه المزروعه. وطبعا مشروع الدلتا الجديده ده واحد من مشروعات عديده بتنفذها الدوله المصريه لزياده المساحه المزروعه، زي مشروع ال 1.5 مليون فدان، زراعه 1.5 مليون فدان، مشروع التوسعات في مناطق سيناء والتوسعات في مناطق جنوب الوادي، كل دي مشروعات هدفها الرئيسي كان زياده المساحه المزروعه. الحاجه الثانيه اللي كنا بنشتغل عليها هو زياده القدره الانتاجيه للارض. طبعا ده بيتم من خلال مجموعه من العوامل، مجموعه من الجهود ومجموعه من الجهود البحثيه، لان احنا نقدر نعمل تطوير لنظم الزراعه زي نظام الزراعه المستطيل اللي بدانا ندخله، او كمان تطوير لاصناف مختلفه من التقاوي زي استنباط او زي مشروع قومي لانتاج تقاوي الخضار والفاكهه محليا، وزي استنباط اكثر من 25 صنف لتقاوي المحاصيل الحقليه. كمان عندنا مشروع زي او عدد اخر من المشروعات زي مشروع تطوير الري اللي حضرتك ذكرتيه وتفضلت مشكورا بيه، ده بيزود العائد من الارض بنسبة تقريبا 30%، يعود بالفلاح بالخير، يقلل عليه التكاليف، يزود عليه الأرباح، بالتالي يشعر الفلاح بمزيد من الرخاء. وكمان الحقيقة يعني أيضا في مشروع كان مهم جدا وهو مشروع حياة كريمة المبادرة للأسف السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة لأكثر من 4500 قرية. هذا المشروع بيتضمن عدد من الجهود اللي لها علاقة بالزراعة، لكن هو في النهاية مشروع متكامل يغير من وجه الحياة على القرية المصرية أو في القرية المصرية. وهذا المشروع بيتضمن مثلا ان احنا دلوقتي بدانا نحول نظام كارت الفلاح الى كارت مدفوعات من خلاله يقدر من خلال الجمعيات الزراعيه يقدر يخلص كل معاملاته، زي ان احنا دلوقتي بنعمل مراكز خدمه متكامله، بندخل مراكز تجميع الالبان اللي بتخدم الفلاح، عملنا مشروع البتلو، عملنا مشروع الحياه تحسين السلالات، كل ده مشروعات هدفها تنميه الفلاح واحداث نقل نوعيه في معدلات دخولهم، وكمان يغير من وجه الحياه على وجه صحيح. شكرا لحضرتك على وجودك معانا، ويعني
الزراعة والصادرات المصرية وهذه المشاريع القومية سواء حتى الصوب الزراعية وغيره من المشاريع، هي دي برضو يعني أساس التنمية، أساس نهضة الاقتصاد والنمو الاقتصادي وحماية كمان للمواطن المصري من لا قدر الله أي ظروف ممكن نتعرض ليها، وفي نفس الوقت المزارع والفلاح المصري بيستفيد بشكل كبير أو بآخر بكل هذه المشاريع، وحتى كمان القروض الميسرة اللي بتقدم ليه من الدولة علشان يبدأ أنه هو يعني يستخدم الري الحديث ويطبق باقي المشروعات.